كابتن ابراهيم محمد هيعرض لك لقطات على الاقل. راجب جمبر يا كابتن، فين جمبر؟ لسه جمبر جبته قدام محمد نصر. يلا يا محمد وريه. ماسك الهواء بايديا. شفت الكره دي؟ مش ممكن. اتفضل يا كابتن ابراهيم. قول طبعا دي طرائف وعجايب، لكن الحارس احضنوا الايام لا تجري من ايدينا. طب انا عايز اسالك سؤال. ارجع خطوتين كده يا محمد، ارجع خطوتين، حط كمان خطوتين يا محمد، كمان خطوتين كمان. انا عايزك تبص على الحارس اللي وقعه، خلي بالك. لا انا بقول لك الهوا، لا الهوا. بص الحارس، خلي بالك من الحارس، كرة اتلعبت خلاص. ده مهاجم، ده بقى مهاجم مش مدافع. مش لا حارس. خلي بالك، خلي بالك. لا هو ساعات هو في ايه هنا؟ لا ساعات عارف ايه؟ يعني عارف ايه؟ ايوه جاله عدم توازن. لا الهلع، عارف الهلع خض خض. الكرة جوه الجون. اولا مش عايزها جون، وهو بعيد مش عارف يعمل ايه. انت بص واحد واحد. ما انا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا مجدي؟ مجدي كان بيترمي عليها. بيترمي عليها، هو بيتخيل انه بيترمي عليها. قلت لك الحارس احضنوا الايام لا تجري. ده مجدي ابو خليل بيترمي عليها، بيترمي عليها. بص بيترمي في الاتجاه. والله العظيم يا نصر انت مالكش حل يا محمد. يا نصر عندك حاجه ثانيه يا محمد؟ يا ابن الذين. يا نصر مقربها كمان، ده خلص على الحارس. يا لا طفاني بصراحه. هو بص الكره هناك، هو ماسك ايه؟ الكرة هناك. قلت لك ماسك، هو طاير، بيفتكر انه طاير على الكورة. طب دي يا كابتن ابراهيم. بص اهو. ايه يا نهار ابيض. لا بس ده لوجيك، ده لا ده منطقي يا كابتن. بص اوكي منطقي، ده يكون فاضي. لا ما هو قام اهو. قام بعد ما صدها. ما صدها، لا انا بتكلم على المهاجم اللي حطها فوق العارضه، مش على الجول يا ابراهيم. عد كام واحد من المقاولين؟ اربعه كابتن. اربعه احنا قلنا يعملها بدماغه. فاكر لما كنا في الاستوديو؟ وحتى جبت سيرة عادل دسوقي. عادل دسوقي لما نزل تحت في الارض يعمل تاكلينج بدماغه اصلا عادل دسوقي عشان يجيبها جول. لا يعني عاد اربع. لا شفت التاني اللي جوه الشبكه ده؟ بالظبط كده. عادل دسوقي كان بيجيد اللعب ساعتها. ده كان زميلنا بيلعب معانا زمان ولعب في نادي الزمالك درجه اولى. صحيح. فكان بيجيد اللعب براسه، فكان اي كوره حتى لو على الارض ينزل يلعبها بدماغه. بالظبط. طب دي؟ لا دي مالهاش حل، دي التلاتة دول. بص التلاتة دول، التلاتة خلي بالك من الثلاثي ده. يا نهار، ده المفروض ده مدافع بتروجيت ولا مهاجم؟ لا ده مهاجم. مهاجم بتروجيت. ده لو مدافع ما عرفش يطلعها. مروان محسن ومعاه حد اسمه معاه اتنين. تلاتة حاجات برضو نادرة دي، الحاجات دي نوادر. والتلاتة هيقعوا بره خلي بالك. بص التلاتة يعني ولا كورة ولا هما. عارف ليه؟ ولا هما. ايوه صح، طلعوا بره. تك تك تك. لا بص فعلا. لا الكورة دخلت ولا هما حتى دخلوا. بص يا ابراهيم، بص التلاتة ورا بعض. بص تك تك. بص التلاتة ورا بعض. طرائف. والتلاتة بره. طب واللي تحت بيعمل ايه يا كابتن؟ ده اللي تحت بيلمع. بص بص. الله عليك يا محمد. طيب. عايزين نقول